يا ترى مين الافضل، فولفو اف اتش الحديثه 2021 ولا اكتروس نيو اكتروس ام بي 5 2020؟ طبعا احنا كلنا وكل الناس المتابعين للقناه اغلبهم يعني يعرف كتير عن الاكتروس ومنحاز للاكتروس اكتر شويه بحكم استخدامه ليها، وفي ناس كتير بتحب المرسيدس كمرسيدس. لكن النهارده هنشوف بقى فولفو الجديده اللي هي اف اتش الحديثه 2021، زي هنشوف كده مقارنة بينهم في الإمكانيات والتكنولوجيا الحديثة الموجودة في العربيتين، الفولفو الواحد وعشرين 2021 والأكتروس 2021، وهنقارن بينهم. مستني تعليقاتكم في أسفل الفيديو، أشوف الناس مثلا بعد ما شافت التكنولوجيا الحديثة في الفولفو وشافت التكنولوجيا الحديثة في الأكتروس 2020 لسه برضو مصمم إن هو مع الأكتروس وهي رقم واحد، ولا غير رأيه وبقى مع الفولفو.